السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناتي قناة الساهر الرحاب. يبدو أننا لم ننهي بالفعل تحليل إشارة الإيهاب، فثمة ملحوظات تتبدى لي في الإشارة كلما زرتها وأمعنت النظر فيها أكثر فأكثر ودققت في جوانبها وأحوالها مطولاً، وهذا شأن كل باحث يحاول أن يبحث عن الحقيقة النهائية ولا يدع مجالاً للشك، كما لا يدع أي نقطة إلا وقد ألم بها وأوصلها إلى مستحقها بعد أن يعلمها ويتأكد منها. والحقيقة أن إشارة ورقة النبات التي ترتبط بإشارة الإيهاب، وتكلمت عنها في الدروس السابقة أثناء تحليل هذه الإشارة، فقد لاحظت فيها ملحوظتين مهمتين جدا وإضافيتين لم أتكلم عنهما سابقا. فأنا قد اعتمدت الاتجاه المستقيم لإشارة ورقة النبات، وكانت المسافة معتمدة على تحليل المثلث الموضح في الصور، ولكن عند التدقيق في إشارة ورقة النبات اتضح لي وجود ما يشبه الثلم على شكل قوس صغير مقعر إلى داخل ورقة النبات ويقع على حافتها كما تشاهدون في الصورة المعروضة الآن. وعندما زرت الإشارة مرة أخرى ودققت في هذا الثلم تبين لي بأنه ليس خطأ عفويا وإنما نحت مقصود، وهذا يعني لنا الكثير ويعطي بيانات أكثر دقة وصحة، فهو يغير الاتجاه نحو الهدف، فبدلاً من أن يكون الاتجاه إلى الأمام على استقامة الورقة أصبح الاتجاه إلى اليمين بزاوية انحراف 90 درجة تقريباً. أما المسافة فلم تعد طريقة أو لم يعد حسابها بطريقة المثلث، إذ سيخرج المثلث هنا من حساب المسافة نهائياً، وتقتصر مهمته فقط على الربط بين إشارة ورقة النبات وإشارة الإيهاب، ووجوده يعني أن نظام الإشارات هذا مهم جداً، فهو كالشفرة السرية التي وجودها يعني الأهمية الكبيرة للشيء، وهذا من أساسيات أو هذه الفكرة من أساسيات تحليل الإشارات. تحتسب المسافة الآن باعتماد طول ورقة النبات مع طول ساقها وهو 2.5 سنتيمتر، ويحول كل 1 سنتي إلى خطوة، والمجموع سيكون 2.5 خطوات باتجاه الهدف، وتقدر بالأمتار بحوالي 2.25 متر. الملحوظة الأخرى، فقد وجدت أن إشارة ورقة النبات قد تم حفرها بواسطة ذبابة السنجة أو مقدمة السنجة أو الخنجر، يعني تم غرز مقدمة الخنجر في طينة الصخرة إلى عمق حوالي 1.5 سنتيمتر، ثم سحب بسرعة فأحدث مكانه هذا الثقب والشكل الرائع الذي على شكل ورقة نبات، ثم تم بعد ذلك العبث بالثلم لتحديد الاتجاه المطلوب. وكذلك صناعة الساق، لاحظوا التشابه بين عموم ضربات السنجة أو الخنجر، وقد عرضت في فيديوهات سابقة صوراً وشرحاً عن ضربة السنجة،
ذكرت صفة مشتركة بين ضربات السنجة أو الخنجر كلها، وهي أنها تبدو دائماً على شكل مثلث متساوي الضلعين مقلوب، وقاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل. ضربة السنجة والخنجر هذه التي على شكل ورقة نبات أخوتي الأحبة هي بمثابة التثبيت. في الواقع أخوتي الأحبة، كلما تعمقنا في دراسة إشارة معينة ذهلنا أكثر وأكثر مما نرى من إبداع فني وهندسي وعلمي بشكل عام يرافق هذه الإشارات وطريقة صناعتها ونقشها. الموضوع المهم أيضاً أن كلا الاتجاهين لإشارة ورقة النبات وطريقة حساب المسافة في كل مرة هما حالتان مهمتان في تحليل إشارة ورقة النبات فيما يتعلق بالاتجاه والمسافة. وأقصد من هذا الكلام أنني أعطيتكم درسين في كيفية تحليل هذه الإشارة اعتماداً على حالتين من حالاتها، وهما حالة الاستقامة التامة للورقة وعدم وجود أي شيء يغير اتجاه استقامتها، والحالة الثانية هي وجود ثلم أو علامة في زاوية الورقة من الأمام أو أحد الجانبين تؤدي إلى تغيير الاتجاه وبالتالي تغيير المسافة نحو الهدف. فإذا حدث وصادفتم إشارة ورقة النبات فانتبهوا إلى حالة الاستقامة وحالة الميل نحو اتجاه معين وبزاوية هندسية رئيسة، مثل مجموعة الزوايا القياسية 90 درجة أو 30 درجة أو 60 درجة أو 45 درجة، وفيما عدا ذلك عندما تكون الزوايا منفرجة فهنا يكون لها حديث وشأن آخر. وبقدر ما تكون حذراً ومتمهلاً وصبوراً في دراسة الإشارة بقدر ما تزيد معك نسبة التأكد حتى تكاد أن تصل إلى 95% وزيادة. هذا علم عظيم إخوتي الأحبة لا يقدر عليه إلا من أوتي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنا بصدد البحث أكثر في إشارة الإهاب وما يتعلق به من إشارات جانبية وفروقات، وسأزودكم أولاً بأول بما يجد بخصوص هذه الإشارة حتى يكتمل لدينا علم كامل بخصوصها. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.